بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر لعلوم التنس والعرض تحييكم. النهارده إن شاء الله هنشتغل في فيديو طلب مننا برضه فكرة الميني تنس. إيه هو الميني تنس؟ وإيه فكرته وإيه سببه؟ لأن ناس كتير عايزة تفهم الميني تنس. الميني تنس طبعًا يختلف عن التنس الكبير. إحنا عندنا نوعين من التنس الأرضي. التنس الكبير اللي هو بيبدأ للناس اللي بدأت ممكن ميني تنس ثم وصلت إلى مرحلة التنس الكبير. الميني تنس فكرته هي عبارة عن مضرب، أو نقول هو عبارة إيه ملعبه وإيه شكله وبيتلعب إزاي في مصر. الميني تنس هو عبارة عن مضرب صغير، مضرب تنس صغير وعدد من الكرات أو الكور الإسفنجية الخفيفة وشبكة تنس صغيرة وملعب صغير يتناسب مع الطفل الذي يبدأ من سن، يبقى بنبدأ الميني تنس من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، وفي بعض دول في أوروبا بتبدأ من 3 سنين إلى 12 سنة، ولكن احنا في مصر هنا بنبدا من 5 سنوات الى 12 سنه. مع العلم بان لعبه الميني تنس اصلا هي لعبه مبتكره ولعبه جديده. يعني اللعبه اصلا يعني فكرتها في مصر بالذات وفي الدول العربيه وفي اوروبا ايضا فكره جديده، يعني هي بدات تقريبا ملهاش قواعد ثابته، وبدات تقريبا في ظهورها في اوروبا وامريكا في اواخر القرن العشرين تقريبا في السبعينات. يعني تقريبا سنه 1973 بدأت فكرة الميني تنس تنتشر في أوروبا ثم ظهرت في الوطن العربي ابتداء من الثمانينات تقريبا 81 في مصر بدأت تنتشر، وثم انتشرت قوي في بداية التسعينات في معظم نوادي مصر ونفذت في نوادي كتيرة في مصر. طبعا لها مؤسسين، من ضمن مؤسسين لعبة التنس دي رحمة الله على كابتن سيف، كان في نادي المعادي هو منظم الميني تنس في مصر، وأذكر ليه وإن هو كان له يعني مجهودات كبيرة في الميني تنس من اوائل التسعينات في نادي المعادي صممت الميني تنس. يبقى نقول ان في القرن العشرين تقريبا في السبعينات بدات في اوروبا ثم انتشرت في مصر والوطن العربي في اوائل الثمانينات ابتداء من 83 تقريبا، واصبحت تمارس في باجتهادات المدربين، يعني ملهاش قواعد ثابته ولا لها مقاييس عشان نقدر نقول المدرب اعمل كذا، لا، ليها مدربين مميزين. مش اي مدرب يشتغل، مش اي مدرب تنس ارضي يشتغل في الميني تنس، لا، لها مدربين، وهكون مواصفات المدرب ان شاء الله في فيديو اخر ايه هو مدرب الميني تنس وايه نظامه. ونجحت نجاحا كبيرا في امريكا واوروبا، ونجحت ونتج عنها ابطال كتير جدا. يعني من خريجه الميني تنس سيرينا ويليام كانت في اكاديميه ميني تنس، سيمبرس كان في اكاديميه ميني تنس، وشتيفي جراف كان في اكاديميه ميني تنس. اذا فعلا اكاديميات الميني تنس لها الفضل على خريجين التنس الابطال العالم، ونفسنا هنا في مصر سنقوم باذن الله بانشاء اكاديميه هنا في مصر، اكاديميه ناصر لعلوم التنس قريبا ان شاء الله تنافس المعادي الجديده والقاهره الجديده عشان نشوف اسماعيل شافعي جديد ونشوف ابطال تنس ارض جديد. فان شاء الله ستنفذ باذن الله قريبا مدرسه او اكاديميه ميني تنس.